دابا المبتغى ديالنا هو نحاولوا ان نعادلوا الرقم ديال غانا وديال السنغال اللي هو الوصول للربع النهائي. حلفناش الحاضر شفتي في 2018 جوج بينالتي ما حسبوهمناش، وان شاء الله يشرفونا قدام اسبانيا بنتيجه تاريخيه باذن الله. سجلوا هذا الكلام وان شاء الله نشوفكم بعيد بحول الله. متابعي موقع لوماتان سبور، مرحبا بكم. كنتواجدوا بمنطقه اللؤلؤه بالدوحه بقطر، اكيد مباراه مهمه غتجمع المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الاسباني برسم ثم النهائي كاس العالم. توقعات ديال المغاربه والاراء ديالهم كتختلف بخصوص هذا اللقاء المهم. نحاول نحصلوا على بعض التصريحات هنا بافخم وارقى المناطق بمدينه قطر، فابقوا معنا نسمعوا لها. الحمد لله، بعد اول شيء كنهنئوا جميع المغاربه والتاهل التاريخي ديالنا للمره الثانيه الدور التومون اللي جاء عن جدار استحقاقه، يعني بالصداره ديال المجموعه اللي كانت قويه اللي فيها بلجيكا وكرواتيا وكندا. الحمد لله الاهم هو تاهلنا للدور الثاني. دابا المبتغى ديالنا هو نحاولوا ان نعادلوا الرقم ديال غانا وديال السنغال اللي هو الوصول للربع النهائي، ونكونوا الفريق العربي الوحيد والاول اللي كيطلع للدور التومون واللي غيكون اللي غيطلع للدور الربع ان شاء الله. ولما لا، الحمد لله عندنا مجموعه اللي هي زوينه، مجموعه اللي منسجمه ومدرب وطني اللي بين صراحه على ديك الروح القتاليه ديال اللي كنا محتاجينها سنوات يعني كثيره. كنا كنفتقدوا المنتخب الوطني بداك الروح اللي فيه، بينوها الحمد لله هذا العام في قطر. يعني الحمد لله الطموحات والسقف ديال الطموحات عالي بزاف، كنتمنوا التوفيق وان شاء الله اسبانيا ما تخلعناش. ماشي تخوف، احنا في 2018 لعبنا مع المنتخب وكانت واحد العزيمه، وكانوا لي جوغ الحمد لله عملوا واحد لا فورس. ايما حلفناش الحاضر شفتي في 2018 جوج بينالتي ما حسبوهمناش، وهذا العام هذايا كنتمنى المنتخب الوطني يحقق شي فوز ان شاء الله، وعندي واحد الاحساس نغلبوا ان شاء الله. ديال 86 كنسمعوا 86 منتخب عمال المنتخب هذا، حنا بغينا هذا الجيل ديالنا ان شاء الله حتى هو يشوف ديك الاحساس. دابا راه شفناه، خصنا دابا نفوتوا ذاك الاحساس. خصنا ذاك الاحساس حنايا كنسمعوا والدينا هذا، الناس اللي كبار منا كنسمعوا 86 منتخب عمال المنتخب هذا، حتى حنا بغينا نشوفوا ذاك الاحساس هذا ونفرحوا مع المغاربه. وحنا كمغاربه في قطر كنتمنوا المغاربه كاملين ان شاء الله تكون عندهم واحد العزيمه وان شاء الله يحققوا واحد النصر. نقول الف مبروك، منتخب يستاهل ما شاء الله تبارك الله، قدم اداء ممتاز جدا، وان شاء الله يشرفونا قدام اسبانيا بنتيجه تاريخيه باذن الله. سجلوا هذا الكلام. شبيك المنتخب قادر انه قادر يوصل للنهائي باذن الله، ان شاء الله انه يحقق النهائي. تفرجتي في المباريات الاولى ديال المنتخب المغربي؟ الف مبروك للمنتخب المغربي. عبارة ان شاء الله المستوى ديال المغرب في الدوره، والله مستوى على مستوى ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافيه. اكيد شفنا السعوديه الخروج ديالها للاسف، رغم ان قدمت مباراه مهمه امام الارجنتين. واش كيبان لك شنو خص المغرب يتعلم من الخطا اللي دارته السعوديه؟ القادم افضل ان شاء الله، وفالهم التوفيق باذن الله. السعوديه ما طلعت، السعوديه قلبا وقالبا مع المغرب، ان شاء الله المغرب راح يجملنا كلنا يعني اخوان. لا كملت له دابا السعوديه. نعم نشجع المغرب ان شاء الله. منتخب تعادل مع منتخب كرواتيا، تعادل مع كرواتيا وعدى كندا، فان شاء الله انه قادر يعدي اسبانيا، وان شاء الله نشوفكم بعيد بحول الله باذن الله. شكرا، كلنا معاكم قلبا وقالبا، والف مبروك ويستاهلون كل خير.